بلدة السعادة هو اسم مبادرة لتغيير شكل الجدران القديمة ومسح آثار القدم عنها وطباعتها بألوان مبهجة للمارين في الشارع. حسينا ان احنا عايزين نرجع شكل مصر القديمه تاني زي زمان. مصر القديمه طول عمرها من احسن وانضف الحتت في مصر، بس اليومين دول خلاص ما بقتش كده، الدنيا بقت مظلمه في الشوارع والناس ما بقتش طايقاها. فقلنا طب ليه ما نغيرش ده؟ ليه ما نملاش الدنيا بالالوان والناس تبقى ماشيه مبسوطه وشايفه حاجه حلوه كل يوم الصبح؟ بنحاول نغير في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الاحسن عن طريق الفن. بيشتغل معانا حوالي 200 فنان سنهم صغير، كل بيحاولوا يعملوه ان هم ينشروا الفن اكتر. فالفكره كانت انه معظم الشوارع اللي احنا بنمشي فيها دايما لونها جراي وما فيهاش الوان كفايه، واحنا عشان واعيين قوي باهميه الفن وقد ايه هو الالوان عامه بتاثر على نفسيتنا للاحسن، ففكرنا ان احنا نيجي هنا ونرسم على الحيطان. حتى الولاد هنا كانوا بيشاركونا ان هم يلونوا معانا ويقولوا لنا هم عايزين يشوفوا ايه على الحيطه. مناطق في مصر القديمة سنرى فيها جدران بتحكي حكايات للبشر عبر الزمن. مع مبادرة بلدة السعادة ستكون هناك فرصة لطبع الحكايات الجديدة بألوان مبهجة على الجدران. حبينا ان احنا ننزل في مصر القديمة، نبدأ منها ان احنا نحاول نغير شكلها عن طريق الالوان. اتكلمنا مع الناس في المنطقه واحنا عندنا هدف ان احنا نحاول ان احنا نغير فكر الناس كلها من خلال الفن، ان هم ما بيبقوا بيشوفوا حاجه حلوه على طول بيبتدي فكر الواحد يتغير. مع قليل من الالوان والسعاده تغير شكل المكان 180 درجه. الألوان غطت الجدران علشان رسم الفرحة على وجوه الناس. كنتم معانا وكل إنسان حكى قصته الجديدة بطريقة مختلفة وكمان جميلة. مرة تانية مع كل مشاهدينا ومبادرة أرت خانة، وهي مبادرة جميلة جدا. مجموعة شباب أمنوا بأهمية الفن في تغيير المجتمع، عملوا مشاريع كتيرة وساهموا في أنهم فعلا يغيروا واقع ممكن كان قبيح في فترة ما وتحول بقى شكله جميل زي ما حضراتكم شفتوا من خلال التقرير اللي احنا قدمناه. وجهات كانت رمادي وشكلها باهت، ترسم عليها بقى ألوان جميلة ومبهجة، حولت شكل بطاقة إيجابية وألوان كتيرة موجودة في كل مكان. تفاصيل أكتر عن مبادرة أرت خانة وتحديدا مبادرة باليتة السعادة اللي من خلالها بيلونوا وجهات البيوت والدكاكين من خلال ضيوفنا النهاردة وهم من المؤسسين في هذه المبادرة. بيسعدنا أن احنا يكون معنا نهلة عمر أحد مؤسسي أرت خانة. صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح النور. معنا كمان فرح عمارة وهي من مؤسسين مبادرة أرت خانة. صباح النور. وعندنا عمرو محمد الخولي مسؤول العلاقات الخارجيه بالمبادره. صباح الخير واهلا بك معانا. معلش عمر، احنا هنبتدي بليديز فيرست وهنروح اكيد. نالا، الفكره جات لكم ازاي وابتديتوها امتى؟ الفكره دي المبادره بتاعت باليتة السعاده بالذات دي مش اول حاجه احنا نعملها، احنا كنا عاملين حاجه شبهها برضو اسمها شوفوا بالالوان. نزلنا اتبنينا زي شارع في مصر الجديده، عملنا زي تغيير، ركزنا على الحرف الصغيرة زي النجارة، المكواتي، الحاجات اللي يعني الناس مش مهتمة بتغيير شكلها من بره، الترزي، الحاجات اللي لسه بسيطة. فغيرنا، عملنا حوالي 12 وجهة برضو لكذا محل، فلقينا الموضوع فعلا فرق مع الناس وفرق مع الشارع نفسه لما بقى كله شارع ألوان. أنا مش فاكرة اسم الشارع بالظبط. هو شارع في مصر الجديدة كده كله الناس عندهم حرف صغيرة، يعني هو كله مشاريع صغيرة قوي ودكاكين صغيرة.
اوكي. بس فلقينا فعلا الموضوع فرق، ولما بقينا نخش الشارع لا فارق جدا مع الناس، والناس نفسهم اللي بقى بيشتغلوا في المحلات بقى مبسوطين، وبقى كل حد مثلا احنا عملنا له واجهه، الناس اللي جنبيه يجوا يقولوا لنا طب ما تشوفوا عندنا وكل الكلام ده. فعشان كده احنا فكرنا في مصر القديمه، لان هي حته من زمان معروفه جدا في مصر، وفيها اثار كتير جدا، وعليها يعني رجل كبيره ناس بتروحها كتير. فحسينا فعلا ليه ما نخليهاش كويسه، لان يعني فيها قابليه انها تبقى حاجه حلوه جدا احلى من اللي هي فيه بكتير. فعشان كده نزلنا واخترنا اول شارع، وان شاء الله يبقى فيه اكتر قدام، يعني لان الموضوع فرق جدا مع الناس هناك، سواء الاولاد الصغيره بقوا مبسوطين جدا، هم واقفين نفسهم بيلونوا معانا ويلعبوا بالالوان، والناس بقوا ان هم لو ما عملنا لهمش بيتهم طب هتيجوا تاني، مش هتيجوا تاني، كل الكلام ده فعلا فرق. وان احنا نعمل 11 حاجه جنب بعض، الموضوع يعني من رمادي وبيج، اكيد شكل اتغير شفنا في التقرير، تركواز واحمر وكل الكلام ده. الحقيقه انا بشوف انه المباني والمعمار عندنا هنا في مصر جميل جدا، ولكن للاسف الشديد مطرب، يعني شكله وحش لما بيتحط له لون، وده شفناه في وسط البلد. وسط البلد كنت بتخلي تلاقي عماره فظيعه، بس يعني ما بتاخدش انتباهك ان انت تتفرجي على التفاصيل او في الكربة. لما عملوا المشروع في وسط البلد دلوقتي ورجعوا المباني لاصلها والوانها الطبيعيه بتمشي، انا ببقى ماشيه منبهره، منبهره بالمكان، ويا نهار ابيض ايه جمال الشباك ده، ايه العماره دي، ايه وده دورنا احنا. وانا مبسوطه، الناس تبقى مبسوطه وهي ماشيه في المكان، حاسه ان الجو لطيف، الالوان فعلا. طيب انتوا نهله هتكملوا في مصر القديمه؟ هو غالبا هنرجع تاني، الناس هناك كانت متحمسه قوي، واحنا ماشيين كلهم وعدونا انكم هتيجوا تاني تكملوا الحيطان، اصل لسه في حاجات جوه ما عملتوهاش. فغالبا ممكن الفتره الجايه ان احنا نرجع تاني نعمل واجهات اكتر. هايل. طب عمر يعني وانتوا بتشتغلوا احكي لي كده ردود افعال الناس بتبقى عامله ازاي، ولما بييجوا يساعدوا معاكوا بتخليهم يساعدوا عشان يحافظوا على حاجتهم ولا بتمشي ازاي؟ لا هي كان الموضوع مفتوح للناس اللي موجوده ان هي ممكن تيجي وتساعد، وزي ما قالت فرح وقالت نهله الاولاد كانوا مبسوطين بيلونوا، ما عندهمش يعني ما فيش اي قيود عليهم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بنلون بنفرح، عايزين نبسط الناس اللي هناك. فروحنا عملنا الموضوع ده بس عشان نبسطهم وعشان نجمل الصوره الموجوده هناك. هي دي ارض بقى لها كام سنه حاجه تراث وبقى شكلها وحش، فليه يعني المنطقه زي دي مزار سياحي وكده وشكلها وحش. فكرة كمان الناس هناك يعني ساعدونا كتير عامه، يعني اولا قبلها احنا رحنا اتفقنا مع حد هناك احنا نعرفه، لان احنا كنا عاملين قبل كده معرض في حته هناك، فكنا يعني نعرف شويه ناس، فهو اللي ورنا البيوت وخلانا نتفق مع الناس هناك، عشان اكيد مش هنروح يعني احنا جايين نلون على بيتكم الصبح. بس هم فعلا بيساعدونا، ولو محتاجين حاجه وطيب تشربوا شاي، اللي هو مصريين كده حسيتوا بمصر، ما حدش ضايقنا طبعا، وكان في احنا كنا بنات كتير جدا مثلا، ما حدش فكر يضايقنا، ما حدش تالي على حاجه احنا بنعملها ادينا كلمه وحشه ولا اي حاجه. يعني ناس ليه نفكر ان حد يضايقنا؟ ما اعتقدش لا انزلي في اي مكان، لا بلدك حلوه وجميله، لان عادي مش الناس كلها مش كويسه يعني. طيب انا عايز اسال فرح لما يعني مثلا انتوا اخترتوا البيت اللي جاي ده اللي في الوش ده، بتعملي ايه؟ بتروحي تكلمي صحاب البيت خبطها يعني تقول لهم احنا جايين نلون البيت عندكم مثلا؟ بيتقبلوا؟ احنا الاول بناخد راي الناس اللي هناك، صحاب البيت بيبقوا الاول مقلقين شويه مش فاهمين احنا هنعمل ايه، بنوري لهم الديزاينز تبقى اوريدي طابعينها بالوانها، بنقول لهم هنعمل لكم ده او ده اختاروا معانا، لحد ما بيختاروا حاجه وبنبدا احنا بقى نلون. جميل. طيب انتوا عشان تحققوا اللي انتوا بتعملوه ده محتاجين فلوس ومحتاجين الوان ومحتاجين سقالات ومحتاجين سلالم ومحتاجين فرش دعم وفرش. احنا افترضنا دور الارض عشان كده يعني موضوع السقالات ده فعلا بيبقى مكلف قوي. كمان البيوت في مصر القديمه كلها دور او دورين، مفيش حاجه عاليه خالص. فده اللي كنا بنشتغل فيه. عامه احنا في أرتخانة بنعمل حاجات كتيره قوي جنب ده، بتقدر تجيب لنا فلوس، لان احنا المعارض الفنيه اللي بنعملها دي بتعرض شغل فنانين كتير قوي بتبيعه، فبيبقى جزء منه بيروح للخير وجزء بيروح ان احنا نصرف على الحاجات الثانيه. بالظبط. حلو. فبنصرف على الالوان بقى والفرش والحاجات دي كلها. عظيم. عمر انا اكيد هسال نفس السؤال بس لا انت قولي لا اتفضل كنت هسال فرح كنت هسال عمر عشان
او يعني الاختيار المكان بيتم ازاي؟ بتقعدوا مع بعض تعملوا ورك شوب الاول هننزل الحته الفلانيه ولا بتبقوا حد بيقول لكم في بيبقى في تيمز في عندنا في كذا تيم، كل تيم بيبقى مسؤول عن حاجه معينه، ففي تيم البلاننج بيبقى مسؤول ان هو بينزل يشوف ايه المنطقه اللي احنا ممكن ننزل فيها، الناس فيها ما مش منعه والدنيا لذيذه هناك ممكن ننزل نعمل حاجه كويسه. وفي بقيه التيمز كل واحد بقى بيعمل الدور اللي عليه، في التيم اللي بيحاول يعني نجيب حد يبقى زي سبونسر لينا في الايفنت اللي احنا هنعمله، وده دور التسويق بقى التسويق والديزاينز اللي هي اللي هتطلع على الحيطه دي وحاجات كتيره. طب انتوا فكرتوا في ارت خانه كمشروع يعني انتوا هو ده مشروعكم اللي انتوا بتشتغلوه ولا ده يعني هوايه الى جانب الشغل الاساسي؟ هو احنا عامه احنا الثلاثه لسه بندرس، لسه في الجامعه وكل اللي في ارت خانه ناس كلها جامعات ومدارس فهي حاجه جنب الدراسه. لما جينا فكرنا فيها من 4 سنين كانت اوريدي الفاوندر يعني بتاعت ارت خانه اسمها ساره جعفر، كانت ساعتها عندها 17 سنه. فكنا كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا بدل ما المساعده التقليديه للناس بيروحوا مستشفيات وحاجات كده يقدموا لهم دعم مادي، احنا كنا عايزين عن طريق الفن اللي احنا بنعمله ان احنا نساعد الناس دول بطريق يعني حاجه مختلفه يعني غير تقليديه، مش بالزبط. حاجه يعني هتفضل شويه وتسلمش يعني حاجه تدي لك مساعده ماديه او اكل او كده وهمشي هيمشي هيخلص. بس انتوا كمان لازم تتابعوا معاهم الحفاظ على جمال المكان ونظافه الالوان بالظبط، لانه انا شفت مبادرات كتيره عملوا كده مثلا لونوا السلالم هنا عند في نازله كوبري اكتوبر نازل على ماسبيرو وللاسف الشديد بقى يعني مش نظيف. يعني لازم يبقى في متابعه يعني. ما بالظبط ما بالظبط، احنا كده كده يعني بنشتغل طول السنه فاي حاجه بنعملها بنرجع نتابع عليها تاني. حتى لما بنروح بالظبط، حتى لما بنروح مثلا نعمل ورش فنيه لاطفال مثلا في مستشفى ما بنفضل نتابع معاهم مده طويله قوي عشان نتاكد ان اللي احنا اديناه لهم ده هم اتعلموه فعلا وحابينه ولسه متابعين فيه. انتوا دراستكوا ارتس فنون يعني؟ لا ناس ناس فعلا بتتخض فنون جميله بس في ناس هندسه وصيدله وكل الكلام ده. انا في صيدله فنون جميله. انا تجاره وبزنس في تسويق برضو. كل واحد واخد الحته بتاعته. للاسف الشديد الوقت انتهى، بس اديكوا حضراتكم شفتوا انه الفن بيجمع ناس من انتماءات مختلفة، صيدلة وفنون جميلة وبزنس، واكيد في معهم ناس تانية من جامعات وكليات تانية، وفي شباب مدارس لسه ما حددوش كمان عايزين يدخلوا اي مجال، لكن الفن جمعهم مع بعض وان هم يقدموا حاجة جميلة للمجتمع. هدف نبيل وسامي يستحق ان هو يبقى معانا النهاردة في مصر الجميلة. نورتونا يا شباب وامن شكرا. شكرا جزيلا. للاسف وقت حلقتنا جري بسرعه، كنت مستمتع جدا بالحلقه النهارده، مليانه طاقه ايجابيه، سواء الثلاث موضوعات اهم من بعض وجمال جدا وبتثبت حاجه بسيطه جدا ان القماشه حلوه وبلدنا جميله جميله جميله. بنشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا، وبكره ان شاء الله اللقاء يتجدد ومصر. Thank you.